في البداية نذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام رقم الظاهر أسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم يرسل رسالة مختصرة بها المعلومات الوافية حتى احنا نقدر نوصلها للجهات المعنية، وبالتالي نتواصل من خلال هذا الرقم. يا ريت إذا كان هناك يعني بالرسالة، هواي توصل رسائل لكن أحيانا تحتاج إلى دليل. يا ريت إنه الناس اللي ترسل رسالة معينة إذا أكو دليل إثبات لكثير من المواضيع، ما يصير إحنا نطرح مشكلة مجرد كلام، أكو أشياء تحتاج إلى وثائق أو أمور مادية حتى يتم طرحها بشكل صحيح وتوصل للجهة المعنية. لأن إحنا من وصل للجهة المعنية يقول لك يا شنو الدليل لهذا الكلام. إذا كان مثلا لمدينتك لمنطقتك مشكلة معينة، يا ريت يتم تصويرها، تصوير حتى لو دقائق صغيرة فقط توثق الحالة حتى إحنا نقدر نوصلها. إذا كانت مشكلة في دائرتك في المكان اللي تشتغل به، يا ريت إذا كانت هناك وثيقة تحت إيدك يا ريت ترسل منها نسخة حتى يتم إيصالها بشكل سليم للجهة المعنية. رح نبدأ إحنا تقاريرنا أو مشوارنا من السليمانية. الأسبوع الماضي عرضنا مناشدة للطلبة النازحين الموجودين في السليمانية، كانت مناشدتهم توفير أجور النقل لهم. كثير من الطلبة في وقتها لما ما كان الاستطلاع وياهم تركوا الدراسة أو أيامهم الأخيرة وقالوا ما نقدر إحنا من الشهر المقبل إنه نكمل مشوارنا في الدراسة لأن المدارس بعيدة علينا وأجور النقل صعبة. لذلك بعد طرح الموضوع في أهل المدينة، وزارة التربية قررت توفير أجور النقل للطلبة النازحين. ما نتمنى أن تسارع التربية في توفيرها فعلا، يعني مو بس يكون قرار وإنما فعلا توفيرها للطلبة النازحين وبالتالي يعودون إلى مقاعد الدراسية. والأهم من ذلك أنه يا ريت الطلبة اللي تركوا الدراسة بسبب موضوع أجور النقل أن يعودون إلى مقاعدهم الدراسية، لأن هذه المشكلة قد حلت أخيرا. من الاهالي والطلبه حول موضوع الاجور النقل والمواصلات، ايش تحبين توضحين حول هالموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بالبدايه نشكر معالي وزير التربيه للاستجابه السريعه لمناشده العوائل بتخصيص مبالغ اجور نقل الطلاب، والحمد لله حصلت الموافقه على انه يخصصون مبالغ لنقل الطلاب اللي واغلبهم اللي ما قدروا يلتحقون بسبب اجور النقل. وايضا هناك تخصيص من الوزاره للمدافع النفطيه والوقود بالنسبة للطلاب النازحين بالسليمانية وكافة الإقليم. تحبين تقولين للطلبة؟ والله أحب أنه أوجه ندائي لكل الطلبة أنه يباشرون بالمدارس طالما أجور النقل انصرفت لهم. وأحب أشكر معالي وزير التربية لمساندته لنا ودعمه للطلبة النازحين اليوم هسه بأمس الحاجة لوقوف شريحة المسؤولين وياهم. وأحب أشكر قناة الشرقية لمتابعتها سير العمليات التربوية بالمدارس عندنا. بأي رابع داري. ايش تحب تقول بخصوص موافقة وزارة التربية العراقية نصرف لكم مبالغ المواصلات؟ أول شيء نشكر وزارة التربية على هذا الموضوع، ولكن نتأمل أن يصرفونها عن جد لهذا المبالغ. وأيضا كما تعرفين احنا حال النازحين هنا في إقليم كردستان، في بعض الطلاب بيوتهم بعيدة لا يستطيعون دفع أجور النقل للسيارات يوميا، وفيهم يأتون مشين. نعم. وهذا موضوع شوي عام عند الطالب في إقليم كردستان خاصة للطالب، وتعرفون أيضا أوضاع النازحين ما يحتاج يعني شرح اكثر. انت شلون تروح وتجي؟ والله ماشي او مرات تاكسيات. بيتكم قريب لو بعيد؟ مو حيل بعيد. حضرتك باعتبارك احد السواق اللي تنقل الطلبه النازحين، فايش تحب تقول بخصوص موضوع اجور المواصلات والنقل بما ان وزاره التربيه وافقت على انه تصرف لهم هاي المبالغ؟ والله يا ريت يعني يصرفوا لنا، لان وضعهم تعبان والله، حالتهم يعني ما تتقبل اجور لان الفلوس ما عندهم صراحه، واكثر ابهاتهم يشتغلون عماله. والله العظيم انت تنقلهم من مسافات بعيده؟ اي والله انقلهم من المزارع جوا يعني. الطيانه هل ساهم حضرتك ويعني زملائك السائقين يعني بمساعدتهم للطلبه؟ اي والله يعني انا هم مهجر هم مثلهم، بس دا اساعدهم قدر امكاني اساعدهم. حتى يعني الغاز غالي، يعني الغاز باللتر ب 900 زين غالي، فاللي اقدر عليه ان شاء الله ما قصر وياهم.
استاذ رافع، حضرتك كمدير ثانويه الانوار، شو تحب تقول بخصوص الخطوه اللي اتخذتها وزاره التربيه بموافقتها على صرف اجور النقل للطلبه؟ والله بالحقيقه هي هذه خطوه ابويه جباره باتجاه رعايه الطلبه النازحين، لان يمرون بظروف قاسيه جدا، والاغلبيه منهم عاجزين عن ايصال ابنائهم الى المدارس. وهذه هي الخطوه بالاتجاه الصحيح، ونامل من وزاره التربيه ورعايه معالي وزير التربيه ان يكون مشمول الكادر التدريسي والتعليمي بهذه الخطوه، يعني كلهم نازحين وراهم ايجارات ومصارف وده يتلكؤون في الدوام بسبب عدم توفر الامكانيه الماديه للوصول يوميا الى المدرسه. فاذا شملوا الكادر التدريسي والتعليمي راح تكون خطوه في تكون عمليه رصينه في التعليم بالطلبه النازحين. بالسادس شلون تروح وتجي؟ مشي. مشي؟ بتكون بعيد لو قريب؟ والله بعيد شوية. يعني ايش قد تستغرق المسافة؟ 10 دقائق 15 يعني ربع ساعة بين ما توصل. شو تحب تقول بخصوص الخطوة اللي اتخذتها وزارة التربية راح هي تدفع لكم أجور النقل والمواصلات؟ نشكرهم كثيرا على هذه الخطوة الجيدة ونشكرهم يعني على هاي الخطوة اللي سووها يعني من شان النازحين. واكو ناس ما بيهم ما يقدر يروحون، يعني ما عندهم امكانيه يدفعون ايجار، ويعني شويه يسرعون على مود يعني ينطون هالمواصلات على مود الطلاب النازحين. حضرتك كاحدى الامهات، ايش تحبين تقولين بخصوص المبادره اللي اتخذتها وزاره التربيه العراقيه تدفع لهم للطلبه النازحين اجور النقل؟ احنا نشكر وزاره التربيه، بس اريد بعد مبذول يعني مجهود اكثر من هذا الشيء، لان بعد هم محتاجين، هي قرطاسيه ما تكفيهم، كتب ما متوفره عندهم. بس شيء احسن من شيء، بس ان شاء الله الجاي احسن. كم طفل عندك؟ أربعة. اثنين هاي المدرسه يداهم؟ اثنين ابتدائيه واثنين اعداديه. شلون يروحون يجون؟ صباحي سياره ودوام الظهري لا مشي. بيتكم قريب من المدرسه؟ لا بعيد نص ساعه. وانت تجيبيهم؟ اي انا اجيهم لان انا هنا معلمه. اي وياهم. نرجع نذكر ان الموضوع طرح الاسبوع الماضي في اهل المدينه، ويعني وزاره التربيه حال سماعها بمناشده الطلبه النازحين في السليمانيه قررت توفير اجور النقل للطلبه. ما نتمناه من الطلبه اللي تركوا مقاعد الدراسه بسبب هذا الموضوع العوده الى مدارسهم. نعرف احنا صح المدارس بعيده عليكم لانه النازحين صارت لهم مدارس خاصه، لكن نتمنى العودة إلها بعد توفير أجور النقل. وما نتمنى من وزارة التربية أنه تعجل بإرسال المبالغ المخصصة لهذا الموضوع للطلبة حتى